طرابلس يا حلوة الحلوين، مين اللي حبك قدم قولي مين؟ يا طرابلس يا حلوة الحلوين، مين اللي حبك قدم قولي مين؟ صنفت المدينة الأولى بمعالمها الأثرية على الساحل المتوسط، والثانية بآثار المملوكية بعد القاهرة. كانت تضم أكبر مكتبة بالتاريخ، كانت تنافس بغنيها مكتبة بغداد. باختصار هيدي طرابلس، هالمدينة يلي عمرها أكثر من 4000 سنة، رح تتعرفوا عليها أكثر بمناطقها، بآثارها، بأسواقها وخاناتها، بمساجدها وكنائسها. جايب معي كمشة حنين، واقف على بابك أمين، من دون ما أحلف يمين قلبي إلك وانت إلي. جايب معي كمشة حنين، واقف على بابك أمين، جايب معي كمشة حنين. انطرونا بالموسم الثاني من برنامج لوين رايحين، يومياً الساعة 9 مساءً على قناتي ربيع ياسين، خلال شهر رمضان المبارك. الهوالي